حلقتنا مليئة وزاخمة بالمواضيع الأدبية بالشعر بالروايات، أيضا رح نضل بهذه الأجواء وننتقل لتجارب إبداعية عديدة وجديدة عم تشهدها دورة 31 لمعرض الكتاب الدولي اللي بنفتخر فيه في مكتبة الأسد الوطنية. اليوم رح نقلب أوراق رواية أهل الأعراف للكاتبة رنا علي يلي تم حفل توقيعه بمعرض الكتاب يوم أمس. لنتعرف عن تفاصيل الرواية ونحكي أكثر عن الكتب والشعر بصرنا نرحب بضيفتنا رنا علي. سعد صباحك. صباح الورد. وأهلا وسهلا فيكي. صباح الورد والجميع. صباح الخير رنا، أهلا وسهلا فيكي. يعني دائما سالي بنقول نحن مسك الختام. أكيد رنا، اليوم عم نشوف وجه الشعب، وحضرتك كمان بدنا ننوه أنه تشتغلي بالمجال الإعلام بإذاعة دمشق. خلينا نحكي بالبداية عن روايتك الأخيرة وشو مضمونها قبل لا ننتقل للتفاصيل. تمام. رواية أعراف، بتعرفي لها هذا المثل الشعبي اللي بيقول لا معلقة ولا مطلقة؟ تمام. هلا نحن في عنا هلا نحن بنعرفوا انه هي فقط نسقط هذا المثل، هذا المثل على المرأة. نعم. انه اللي ما بده يطلقها زوجها او ما بده يعني مثل ما بيقولوا حاكي فيها وما بده ياخذها. طيب نحن خلينا نطلع من هذا المكان او من هذا المثل الى مكان اوسع. جبل الاعراف بالديانات السماويه او الاعراف هو جبل يقف عليه الناس يوم الحساب. نعم. تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ينظرون يا على الجنه يا على النار. نعم. طيب في عنا نحن ناس بيشبهون هون على الارض بشر اللي هن اللقطاء. اللقطاء مو الايتام. اللقطاء هن بيدخلوا على الدار او بيتم استيعابهم بالدار لحدود 18 سنه. نعم. مثل اي دار حكومي او رعايه. بعد 18 الله معكم، هاي هي الحياه، تفضلوا تصرفوا. طيب ما انت ما علمتني لحتى فوت بالحياه العمليه. فوت بالحياه العمليه، انت علمتني اقرا اكتب احسب السلام عليكم، بس انت لما طلعتني بعمر 18 معي هويه مكتوب عليها اسم الاب منتحل، اسم الام منتحله. طب انا اي جامعه بدها تقبلني؟ اي مكان عمل بده يقبلني؟ شو بدي اعمل؟ فانا على الدوله مواطن بس ما لي حق. هي قسم. القسم الثاني اللي هو بقى اهل الاعراف، انه المجتمع بيحكم على اللقطاء انه ابن الخطيئه خاطئ. تحديدا للاسف الصبيه، البنت، بنت الخطيئه خاطئه. فبهي الروايه نحن عم نحكي عن صبيه طلعت من الدار وفاتت بمعترك الحياة بكل جوانبه، وعطينا حل للأجيال اللي بعد. هلأ في قانون بعد 2009 صلح شوي بقوانين دور نعم. اللقطاء قبل. إن شاء الله نأمل إنه إذا وصل الحل للناس. إن شاء الله أكيد. يمكن عم تنوهي لنقطة كتير حساسة ومؤثرة وخاصة بوضعنا الحالي، تمام. فراح يمكن عم نلاحظ في كمية كتير كبيرة من عم تناقلوا وسائل التواصل الاجتماعي حول مثل ما حكيتي أحد دور الأيتام أحد دور الأيتام بغض النظر يعني. حتى لا عن التعامل الداخلي، عن التعامل الداخلي، حتى لا عن عم بحكي أكثر عن الطفل يلي بيجي غير معروف النسب ومجهول النسب. اليتيم معروف على الأقل للوالدة، تمام. أما اللقيط ما هو معروف تماماً. يعني حتى ممكن يكون اللقيط هو نتيجة زواج شرعي تماماً، لكن لظرف ما لا ظروف مادية الأم بدها إياه ولا الأب بده إياه. طيب من شو بنعمل بهالطفل؟ أوكي بندق باب الرعاية وبنتركه. للأسف. من اجتك الفكرة رنا؟ يعني اليوم يمكن كل العالم مشغولة بالحرب، منشوف إن كان بحركة الترجمة سالي عم بتكون ترجمة عن الحرب، الشعر عن الحرب، الرواية عن الحرب، كله عن الحرب. اليوم اللقطاء ممكن يكون كمان في نتيجة الحرب، إنه يزداد أعداد اللقطاء كمان. هذه هي الفكرة، منين اجتك؟ والله لكي احكي الصراحة وما حدا عم يسمعنا. لا أبدا أبدا. هي ببساطة كانت على هذا المثل الشعبي، انه لا معلق ولا مطلق، امرأة ما عندها قرار او ما أنا قادرة انه تنفذ هذا القرار. تمام. توارد الافكار وتوالدها تشعبها وصلني لفكرة انه خليني انا احكي بهي النقطة اللي ما حكى، يعني بظن انه ما حدا حكى عنها بالعالم العربي او بالادب العربي، اللي هن اللقطاء بالتحديد، حياتهم بالدار، اللي بيتعرضوا له بالدار. وعلى فكرة الاحداث تقريبا حقيقية 100%، يعني مشتقات فيني اقول زرتهم، فيني اقول سمعت عنهم من القضاء. نعم. من المحاكم طبعا، اكيد في شويه اضافات مشان
ما تكوني انت كتير يعني مباشره بالحديث مشان ما يصير في عفوا انا اسفه من الكلمه مس سمعه. بس انت عم تحكي عن شيء حقيقي. أكيد. ما في شيء ما في اي كتاب الا مذكور اكيد من ما الواقع. فينا ما فينا رانا نخفي الحقيقه ونحن ناطرين الحقيقه اكيد دائما بدها تبين لو مهما طال. خلينا نحن نسمع شيء منك. كنا عم نحكي هلا تحت الهواء من الروايه بتحبيه. طيب. من الشعر تفضلي. رح نحكي لكم شيء من الروايه. هي الصبيه اسمها ليلى بتلتقي مع صبيه اسمها هدى كانوا سوا بالدار. هلأ هدى أخذت دور الخطيئة نظامي لأنه خلاص هي هيك تعودت بالدار يعني كان في أخطاء بالدار تربت علي تمام. ليلى قاومت فنحن عنا صار حالتين حالة سلبية حالة إيجابية. هلأ التقوا فجأة بتقول ليلى لقد كانت مراهقتي مرهقة للدار ولي لقد خلت كليا من تهور العشق وطيشه إذ لم أعلم كيف ولماذا أحب. أصلاً الحب لم يطرق لنا كاعباً في ذلك الدار بل ضرب صياطاً علت أجسادنا حين اغتصاب. لم تنفع كل المحاولات في إخبار المسؤولين عما يحدث في ذلك المكان وعليه وله. وأي منا إذا جربت الحديث كانت الحديقة مسكنها الأخير ومسكن هوسها بالخروج فتدفن فعليا تحت أي شجرة ستمتص دمها من دون إرادتها ومن دون أن نقتنع إن كنا نخاف أو لا تكتل أوراقها معنا وخشينا أنه يوما ما سينبت رأس المدفونة المأفونة. لذا قررت أني حين أحب سأحب بعنف أسترجع فيه حقي في حمق المرحلة التي لم أعشها أبدا. لقد كان همي ألا يتناولني أحد في غياهب ليل الدار أو عشائه أو ألا تضربني هدى أو حتى ألا ألفت نظر راع يدعي حين يستدعي. حلو كتير حلو. يعني نحكي اليوم عن تفاصيل كيف بيتم يمكن عمليات الاغتصاب كيف بيتم عمليات تعذيب الفتيات تمام. بأسلوب أدبي وبأسلوب يعني فعلا ملفت جدا. اليوم بتشوفي من خلال هي الرواية قادرة تغيري واقع رنا قادرة تحسني إذا ما قلنا تغيير من جزئي. أول كلمة لا هلأ شوفي خلينا نقول الأدب مثل الإعلام تمام. مش قادر من أول مرة أنك أنت تسقط الحل أو تفرض الحل. حلو. أنت بتقترحه بس لما بيصير في مناصر للحل واحد واثنين وثلاثة وبيصير في نهضة حقيقية للحل أكيد بيصير يعني بيصير على أرض الواقع. نعم. شو الأصداء عن الرواية؟ امبارح لسه كان حفل التوقيع بس كان في قراءات سابقة طبعا. من أساتذة من نقاد من أسماء كبيرة في إذا بيسمح لي الأستاذ الشاعر خالد أبو خالد استشهد بحديثه عن الرواية. تفضل. السيقان القوية لا تحتاج إلى رافعة. فأنا كتير فخورة برأي الشاعر الفلسطيني الكبير خالد أبو سوري أنا بقول عنه سوري بروايتي أهل الأعراف. أكيد يمكن حتى الشعر لك له هيك شيء من قلبي. كل الحبيبة لهم شعر. خلينا نسمع شعر. شعر من الموبايل. معلش من الموبايل أي لأنه من الموبايل. هلا اذا بحكي لكم السر انه كبت القهوه على الوراق حدا حيصدقني؟ عادي بتصير. ومسبحه تهادى حبها بين الانامل ليتني خيطها تسبح باسمه اطراف روح الا ليتني بعض من بعضها وتضمني مناجات الاصابع واصير من السبح كلها فأمجد اسم العلي علي أربح جنا من إثرها فكأني دعاء محزون وكأن أصابعه دمعها تكفكف عني وجع الذنوب تصيب مني الروح بروحها فأزيد الدعاء موجوعا لأني حب تراكض شوقا للمسها. هلا هون انا بكون عم بحكي مع حالي لانه هو هيك عم يتسلى بقى بالمسبح. بتعرفوا انتوا حركات الشباب لما بيلاقوا تماما. وحلو هذا الخيال بالشعر. وصل الأنامل همي وصل الأنامل همي وسعدي يا رب عجل لي بوصلها وصلني جنان الخلد منه ببياض حبات وبسودها يحادثني فتله عيني عليه وتصمت على عين بعينها هي الحوراء غازلها الخشوع فينحني العشق يوما إن مسها
فيا أيها الكمال عتق دعوتي وارصفني من الأنامل سبحها، واذكر ربك صبحا مساء فيقبل من حباتي صوتها. يا رب عجل لي بوصلها. واذكر ربك صبحا مساء فيقبل من حباتي صوتها. يا رب إني ذليل عندك أجب دعاء الروح بعشقها، واغفر للحبيب أيام الصبا واهده من السماحة هديها. هلا إذا هو غفر له أنا ما بغفر له، عرفتي؟ بأحلامي عدوت ومسبحة سمت بوجدي على سموها، فتهاوت عند سؤال الكمال أنت هنا؟ أنا هنا يا أيها. وافترقنا وعيني بسبحة أحسد منها كل حبها، وأقول انتقاما سأسرقها وأنغزل بديلا عن لونها، وأصير فأصير بين أصابعه دعاء مستجابا دائما إن عدها. رائعة. كثير حلو، كثير حلو. حالة عم يسافروا لك على فكره بالكواليس. وين اذا بحكي لكم وقت الرحله مشوار شو بصير. طيب خلينا نحكي اليوم عن هي الحاله الادبيه للشباب. اليوم سالي يمكن عم نشوف مثل رنا عندها هي الموهبه، وبنفس الوقت هيك روح الفكاهه والدعابه يلي عندك، قد ايه يمكن اذا بدنا نقول من خلال تعاملك مع باقي الكتاب، إذا كان هذا الشيء مع بعض المؤلفين، تبادل بالآراء والكتب، انتقادات متبادلة، هل هذا الشيء بيساهم بدعمك إن خلال من كان من خلال الرواية أو حتى بالأعمال القادمة؟ مشكلتي صريحة. شوفي، لأقول لك سيدتي، للأسف عنا حس غيرة عالي. أنا مع الغيرة إذا كانت تنافسية، بس في مشكلة لما أنا بغير منك بشكل أنه لازم ما خليكي تظهري، وهذا الشيء مؤذي على مدى الأيام، بيخليكي ما بقى تعرفي تكتبي. ونحن إنسان بالنتيجة أنه أنا بدي أسمع كلامك وكلام الآخرين، وبعدين أنا علي الموازنة. لكن لما بيزيد هذا الموضوع بمجتمع، يفترض نكون نحن جيل جديد متماسك مع بعض ومتراصف إلى جانب بعضه، بيصير في أذى روحي، فبتحاولي تبعدي. هلأ شوفي، كل المجتمعات الثقافية، بجوز ما يقولوا لك هذا الحكي بس فعلا هو هيك، كل المجتمعات الثقافية مبتعدة مفككة، في مجموعة ماشي الحال إلى اسم موجودين مع بعضهم لفترة من الزمن، فجأة بيبتعدوا. ليه؟ لأنه أنا ما عم بسمح لك تطلعي وانتي ما عم بسمحي لي أطلع. طب ليه؟ ما نحن موجودين لحتى نطلع كلنا. الحالة الثقافية هلأ من 3 سنين ونحن جايين شوي هيك، ما رح نقول مترهلة، لا إسا فيها شوية تماسك، لكن ما نظاهر للعيان. الآراء اللي بتساعدك إنك تكتبي فعلياً هي الآراء الحقيقية، مو الهدامة. في نقد بناء طبعاً، أكيد مو الهدامة تبع إنه ليش كتبتي كلمة عامية أنت بالنص. طيب مسموح يعني، ما نو مؤذي. في شغلات بتمرق أكيد رنا، في عالم تنقد لمجرد ما هي بدها تنقد، تمام. في أحقاد شخصية، في أمور كتير كبيرة، وأكيد أنت حدث ولا حرج. أكيد تماما، حدث ولا حرج. دائما النقد البناء كلنا نحن بنقبله ومعه ومية بالمية بنسعاله. تماما 100%. ولكن إمتى بيصير النقد حقد؟ وقت يكون مبني على أمور شخصية، أمور شخصية. نهاية سالي بيكون الفشل يعني نصيب لدول الأشخاص، وربما يكون تماماً. الشخص اللي عم بيعطيك جمل سلبية ربما يكون أنجح منك. طيب ليش؟ هي الفكرة أنه هذا المنبر يتسع للجميع. أكيد أكيد. بالنهاية رنا استمتعنا جدا بالشعر، استمتعنا بفكرة الرواية اللي هي فعلا نحن بحاجة اليوم لطرح أفكار جريئة وحلول تكون جريئة أيضا. لك شكرا، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لوجودكم، شكرا لصباحي معكم، وصباح الخير للجميع. شكرا لوجودك أنت معنا، نورتي صباحنا. صباح